السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة about medication misadventure. المديكيشن ايرور، ايش هو المديكيشن ايرور؟ المديكيشن ايرور يفرق عن this drug reaction. This drug reaction هو شيء في المولكيول ما له علاقة الإنسان فيه. قد يجي مثلا زي ريدمان سيندروم اللي يحصل مع الفانكوماسين لما نعطيه فاست ريت ممكن يحصل، لكن وي هاف تو نقلل الريت. لما نقلل الريت ما حيختفي الاثر اللي هو الهايبوتنشن والريدنس، لكنه حيكون ميديكيتد، يكون يقدر يتحمل البيشنت ميديتيتد سوري. فانت لما تيجي تخطئ في دواء معين الوضع هنا مختلف. فالميديكيشن ايرور از اني بريفنتابل ايفن ذات مي كوز اور ليد تو انابروبريت ميديكيشن يوز، اي خطأ قد يؤدي الى استخدام غير صحيح للدواء or to patient harm، او قد يؤدي الى اذى المريض while the medication in the control of health care professional patient or consumer، يعني اثناء either اعطاء المريض اعطاء الدواء للمريض من قبل الممارس الصحي او ان المريض ياخذه من نفسه او المستهلك يعطي للكير للبيشنت اللي هي كيرز اوف. طبعا عندنا الميديكيشن ايرور قد تحصل عده اسباب، اما بسبب بروفيشنال براكتس الممارسات الصحيه، او لانه الهيلث كير برودكت هو نفسه في مشكله، او طريقه اعطاء البروسيجر طريقه اعطاء الميديكيشن، او بسبب سيستم معين. يعني السيستم زي ايش؟ يعني مثلا احنا عندنا هذا الميديكيشن مع الثاني ممكن يسبب دراج انتر اكشن، المفروض السيستم يطلع لك الارمينج مسج يسبب دراج انتر اكشن. اوكي البروسيجر مثلا طريقه اعطاء الدواء مثل ما قلنا اعطاه بسرعه ريت انفيوجن هاي، فهذا اللي سبب مثلا الايرور. فهذه من الاشياء اللي ريليتد او الايفنت اللي ريليتد للممارسات اللي احنا نسويها. لكن في عندنا هنا انواع الميديكيشن ايرور، في عندنا ميديكيشن ايرور عند البريسكرايبنج، عند الوصف، عند الاوردر كوميونيكيشن او يسموها ترانسكرايبنج. يعني مثلا الدكتور كتب الاوردر مظبوط، جت النيرس تقرأه للفارماسيست اللي تحت قرأته بسبيلنج غلط، الفارماسيست صرفه خطا وهو الطبيب ما اخطا، بس يكون الترانسكرايبنج او تحويل المعلومه من مكان الى مكان، او الكوميونيكيشن حق الاوردر. الليبلنج احيانا يكون في خطا، احيانا الباكجينج نفسه بدل ما نحطه في عبوه نحطه في ثانيه وتسبب ميديكيشن ايرور. النومنكلتشر كومباوندنج احيانا تسميه، ديسبنسنج احيانا تصرف لشخص بدل شخص بالخطا، ادمنستريشن بدل ما تعطيه اورالي تعطيه ريكتالي مثلا، المونيتورنج يو هاف تو مونيتور سيرتن بارامتر يو دونت، ديستريبيوشن اوف ذا ميديكيشن، الإدوكيشن when you educated patient rightly or wrongly about using medication. All these can predispose to medication errors. طبعا medication errors عندنا category A بسموها hazardous condition that could lead to an error. Products زي look-alike, packaging or names، تلاقي بعض الأدوية المتشابهة في العبوة أو في الاسم، هذا ممكن تلخبط. Ambiguous product label، تيجي تقرأ الليبل ما أنت قادر، يعني ambiguous غير واضح، تقرأ 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 ما أنت عارف، فتقوم تخمن تخمين، هذا يؤدي للميديكيشن ايرور. ايرور برو ميديكيشن ديليفري ديفيس، يعني احيانا بالبامبس لما تيجي تعطي البيشنت الميديكيشن بالبامب تفرق احيانا بالمايكروميترز، لما مايكروميليليترز لما تحسبها، فلازم تحط في بالك انه في شيء اسمه برايمنج اللي هو شيء بيقعد في الانبوب حق البامب، فلو ما حسبته معناته بياخذ من الجرعه اللي انت حاسبها وبيكون الدواء بينزل او بيوصل المريض بكميات اقل. Error prone function computerized prescriber order entry system، كمان هذا احيانا بيكون في الكمبيوتر I mean prescribed orders بيكون الانتري فيها خطا، ف هذه من الاشياء اللي you have to consider. ايش الاشياء اللي بتسبب الكاتيجوري A error؟ اللي هي unsafe environment condition، مثلا انت قاعد تشتغل في الصيدليه زحمه وصوت وما انت سامع ايش النيرس قاعده تتكلم على التليفون ولا اخره، ففهمت خطا. نقص الموظفين هذا كثير بسبب الواحد يشتغل بسرعه ولخبطه وما يسوي تشيكينج بروبرلي. الورك لود بسبب نقص الموظفين الواحد بصير عنده اعياء، بيتعب بسرعه بدل يعني بيكون جاي للدوام على اساس انه يشتغل 8 ساعات، بعد ساعتين لقى حاله هلك. ليش؟ لانه قاعد يشتغل بطاقه 3 4 اشخاص. احيانا احد مثلا انا موظفه جديده جيت على المستشفى واشتغل في الصيدليه وفي السينيور ما غير يصرخ علي ويخاوشني وما ادري ايش، فاتلخبط واخاف واغلط. اوت اوف ديت دراج ريفرنس، انا جيت بشيك جرعه لقيت انه انا قاعد استخدم جرعه من كتاب مكتوبه فيه من سنه 90، معناته اوت ديت ريفرنس واعطتني جرعه خطا. مثل يوز اوف ايرور برون ابريفيشن، حنقول عنها استخدام الاختصارات اللي تؤدي لل اخطاء، يعني احيانا بدل ما تكتب يونت تحسبها زيرو، فبدل ما تعطي 3 يونتس تعطي 30 يونتس. ميديكيشن ريليتد ديفايس هازارد زي ما قلنا عن البامب والى اخره.
النير مس اللي هو كاتيجوري بي اللي ميديكيشن ايرور ذات واز ديتكتد اند كوركتد بيفور ات ريتش البيشنت، هذا يعني بنسميه بوتنشال ايرور ودينت ريتش البيشنت. انستيتيوت اوف سيف ميديسن ميديكيشن براكتس الاي اس ام بي، هذا معروف دائما اللي مهتم بال ميديكيشن سيفتي يفتح على الويب سايت حق الاي اس ام بي هيتعلم كل شيء، مره نايس هذا الويب سايت. از تعرفت الكاتيجوري بي اللي هو عبارة عن an event situation or error that took place but was captured before reaching the patient. إذن error حصل لكن لقطنا قبل ما يوصل للمريض. يعني أنا قاعدة أحضر، فبدل ما أحضر تنورمين حضرت تيروكسين وشيكها زميلي، جال الفارماس على الشباك بينادي حصة محمد العياف يبغى يعطيها مثلا الأتينولول، انتبه هو يبغى يسلمها أنه هذا تيروكسين، فخلص أخذ العبة وما أعطاها إياه، فهذا بنسميه near miss. الميديكيشن إيرور ريبورت، لو حصل ميديكيشن إيرور ريبورت لازم الريبورت هذا يكون يتكمل ويرسل بالمعلومات الكاملة كلها للصيدلية خلال 24-48 ساعة عشان ألحق أصلح ما يمكن تصليحه وألحق أعلم ما يمكن تعليمه، مو يجي الريبورت بعد 10 أيام يصير اللي أذن أذى واللي جهل جهل، ما يصلح كذا. النير مس، a near miss is an unplanned event that did not result in injury، مثل ما قلنا ولا أدى إلى injury ولا illness ولا damage but had the potential to do so، لكن كان في ممكن يسوي لو ما لحقنا. sentinel event هذا عاد أخطر شيء. sentinel event هو عبارة عن non expected occurrence، هذا شيء ما توقعنا، لو توقعنا كان انتبهنا كان تعلمنا كان شلنا الشخص اللي ما اللي ممكن يغلط، بس سبحان الله هذا شيء ما توقعنا، فعشان كده يقولك non expected occurrence involving death or serious physical or psychological injury or the risk thereof. serious injury especially includes loss of limb or function. the phrase اللي يقولك or risk or the risk thereof إنه موجود هذا الريسك مع أي لخبطة ممكن يحصل، ممكن يؤدي إلى إصابة دائمة. خلينا أقول لكم مثال، لما يكون عندك patient مفروض ينصرف له تسمو برسين عشان عنده esophageal varices وينصرف له تسمو برسين بالمايكروغرام، اتصل الفيزيشن طلبه بالمايكروغرام، الفارماسيس جديد ما سمع انه بالمايكروغرام سمع بالمليغرام، راح قال للتكنيشن يحضره، التكنيشن حضر بالمليغرام، اللي شيك الاوردر برضه فارماسيس جديد ما عنده اكسبيرينس بالمليغرام، طلع الميديكيشن للفيزيشن، الفيزيشن مع السرعة والزحمة اللي هو فيها والبيشنت قاعد ينزف حقن له إياه صار عنده جنجرين ودايت، هذا سنتينل إيفنت. أوكي، هذا لما تيجي تحقق يقولك يا الله ما انتبهت، والله ما انتبهت، نسيت إن هذا مايكروغرام وكل it's unexpected occurrence. فthat's why the double check لازم يكون، ومو دبل، مو أي أحد ناديه دبل check أحد من أي مكان، لازم أحد with good experience يسوي الدبل checking. الميديكيشن إيرور هنا تصنيف الميديكيشن ايرور نو ايرور، بعدين ايرور وذ نو هارم، بعدين ايرور وذ هارم، بعدين ايرور ديث. فهذه اندكس اوف كاتيجورايزيشن اوف ميديكيشن ايرورز، هذه فيري نايس اذا اطلعتوا عليها وتقراوها بالضبط كل تصنيف ايش هو هذا الايرور وذ ديث، اللي هو ان ايرور اوكير ذات مي هاف كونتريبيوتد تو اور ريزلت ان بيشنت ديث. اوكي، فهنا no error، بس هذه ما أدري ليش ما هي طالعة مخططة عندكم. بعدين error and no harm عدة، هي ثلاثة اللي هي categories. طيب medication error report، هذا الريبورت حق وزارة الصحة، للأسف السعودية FDA لسه ما طلعت ريبورت للmedication error. هنا the date of error occurred، the location، the date of error discovered، the error communicated، مين اللي قال على الايرور، physician، pharmacist، whatever يعني. time of error occurred والdate والtime of error discovered، هذه كلها معلومات مهمة عشان نعرف كيف نصحح الايرور، متى نصححه وكيف نسوي الاناليسيس. dosage form هنا route of administration، package container، الايرور كرايتيريا هل كان wrong rate ولا wrong drug preparation، stage involved may select more than one in prescribing preparation dispensing، يعني في اي مرحلة حصل الايرور، هل هو في البريسكرايبنج، هل هو بريباريشن، هو الديسبنسنج، وبريف ديسكريبشن للايرور، هنا نوصف باختصار ايش هو الايرور.
بعدين الميديكيشن ريبورت فورم هنا تكميل لها الكوزز اوف ايرور الكونتريبيوشن، هذه مهمه جدا اعرفها على اساس اعرف بعد كذا اسوي الاناليسز الكلينيكال انفورم الكوز اوف ايرور، انه كان في كلينيكال انفورميشن ميسنج زي الايج ويت فما عرفت احسب الجرعه مظبوط، دراج انفورميشن ميسز مثلا ميسنج مثلا مع الكتاب اللي استخدمه عشان اخذ منه معلومات الادويه قديم، مس كوميونيكيشن دراج نيم الى اخره. بعدين ايش الاميديت اكشن اخذ بعد كذا النيم of the supervisor or signature or date forwarded to the pharmacy، عشان كذا قلنا خلال 24-48 ساعة maximum يروح للفارماسي. بعد كذا الفيزيشن follow up لو حصل follow up seen by physician examination with treatment والantidote والأشياء اللي عطيت لهذا المريض، وبعد كذا recommendation والaction taken، وبعدين report forwarded ولا referred to name of the pharmacy signature and etc. هذا بالنسبة للmedication error. عادة احنا ايش نسوي؟ وي جاذر الميديكيشن ايرورز اللي تصير ونحللها ليش صارت؟ إذا كانت بسبب نقص الموظفين فدرس لشؤون الموظفين نبغى موظفين، إذا كانت لاك اوف اديوكيشن فنطلب من دراج انفورميشن يطلع يسوي لهم اديوكيشنال سيشنز، إذا كان المشكلة في السيستم فنطلب من السيستم، يعني مثلا الحين ما في بوليسي ما في بروسيجر نطلب بوليسي وبروسيجر، إذا كان شيء في التقنية نطلب يظبطوا لنا التقنية. فهذه الأشياء كلها ذاتس واي يو هاف تو اناليز الايرور عشان تعرف ايش السبب لو تحله. طبعا prohibited abbreviation هذه يعني نادرة ما تلاقوها في المستشفيات حاليا، لأن كل مستشفى صار عندها computerized system. المستشفيات اللي تستخدم الوصفات الورقية قد نجدها فيها هنلاقي كذا انه مثلا يو هذه ممنوع انها تكتب، يجب ان تكتب كلمة يونت، لانك بدل كلمة 4 يونت هنا قد تقرأها 40، بدل ما تعطي البيشنت 4 وحدات تعطي 40 وحدة. international unit نفس الشيء، بدل ما تقرأ IV ولا mistaken as IV احيانا يكون دواء IM لكنك عشان مكتوب IUN تعتقد انها IV تروح تعطيه كIV، هذه مصيبة. QD كمان لازم يكتب everyday بدل ما يكتب QD لانه ممكن بالغلط يعطي الدواء للOD اللي هي right eye، وهكذا. هذه الـ prohibited abbreviation كويس انكم تطلعوا عليها تحطوها عندكم in case احتجتوا بعد كذا. عندنا الهاي alert medications، وهذه لما تيجيكم اي body for accreditation لازم حيسألكم عن high alert medications. الhigh alert medications هي medication that appear heightened risk of causing significant patient harm when they are in use or if they are used in with error. طبعا هي medication اللي لها اكبر احتمالية انها تسبب risk لو تنعطي للمريض اذا استخدمت بطريقة خطأ. فنلاقي بعض الميديكيشن ريد ليبلد اللي هي يو هاف تو دايلوت بيفور يوز، حنلاقي كثير بوتاسيوم كلورايد وهذا الاشياء لانها ممكن تعمل كاردياك ارست اف نوت دايلوتد. بلو ليبل ذس ريبريزنت هاي اليرت ميديكيشن ذات دو نوت ريكوير دايلوشن، لكنها ستيل هاي اليرت ار سيريس ميديكيشن زي الكيمو ميديكيشنز او بعض الاورال او انجكتبل دراجز. عندنا الهاي اليرت ميديكيشنز اللي هي دايلوت بيفور يوز او نسميها ريد ليبل، هذه بعض الامثله عليها بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم سلفيت ستريبتوكينيز و الى اخره. اوكي هنا عندنا بعد كذا ال اوسو هاي اليرت ميديكيشن اوكسيتوسينز ميدازولام والى اخره. هنا البلو اللي does not require I mean dilution لكنها still serious and you have to consider يعني very extreme caution while giving to the patient. عندنا بعد كذا ال هذه good examples. عندنا okay diluted or non diluted according to direction، في بعض medication it waits for direction of the physician either dilute or not dilute and you have to consider تسولها اصلا لست عندكم. لو كنت تشتغل في مستشفى او اي شيء مدير الصيدلية حيكون very pleased منك انك تسوي له لست كذا وتحطها طبعا. ويعطيكم الف عافية وان شاء الله باذن الله اشوفكم في المحاضرة او نلتقي في المحاضرة القادمة، واي سؤال you can email me or contact me either ways. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.